بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعة، ازيكم جميعا؟ عاملين ايه؟ احب في البداية زي كل فيديو اشكر كل واحد بيساندني، اشكر كل واحد بيدعمني، اشكر كل واحد بيخش يشوف الفيديو بتاعي، واشكر كل واحد بيصدق في المحتوى اللي بقدمه. هنتكلم النهاردة في الفيديو بتاع النهاردة عن الكلاسيكو المغربي اللي بيهم كل المصريين، كلاسيكو الرجاء الوداد. وبنقول رجاء الوداد لترتيب الفريقين في الدوري، الرجاء المركز الاول ب 47 نقطة، الوداد في المركز الثاني ب 46 نقطة. بس قبل ما نتكلم عن مباراة امبارح وتشكيل الفريقين ومفاتيح اللعب في كل فرقة، لأهمية مباراة الوداد والرجاء لمواجهتهم للأهلي والزمالك على الترتيب، فهنتكلم بس عن موقف ريني فايلر سريعا جدا. عايز تمشي امشي يا عم، عايز تمشي مع السلامة. أنا مش فاهم، يعني أول مرة أشوف مدرب يا جماعة محترف يتحجج بمراته والغسيل اللي منشور عايز يرجع يلمه، وأصل مراته مربية في الختين عايز يرجع يحط لهم الأكل. ايه يا جماعه اللي بيحصل ده؟ التهريج ده، مدرب محترف ازاي ده؟ يعني عايز تمشي امشي يعني، وبمنتهى الاحترام بلغ الاداره العقد بتاعك انتهى ومع الف سلامه. واداره الاهلي سريعا تتعاقد مع محمد يوسف اللي من وجهه نظري الشخصيه بسرعه جدا 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 انسب واحد في الوقت الحالي انه يخش على الفرقه، اقرب واحد للفريق، اكتر واحد عارف اللاعبين وحافظهم، درب اغلبهم حتى اللاعبين الجداد اللي جايين من انبي، اذا كان مجدي قفشه او اذا كان حمدي فتحي دربهم قبل كده في انبي، فراجل قريب جدا وبيحلل مباريات الفريق على قناه النادي وحافظ الفرقه من وجهه نظري الشخصيه يعني. فبرضه احب اسمع ارائكم واحب اسمع كل واحد فيكم وجهه نظره ايه في كومنت يعني. دي حاجه. طبعا الزمالك خلاص استقر فنيا على باشيكو هو اسمه كده، وهيبدا يخش في الفرقه، وراجل كان موجود قبل كده وعنده خبره ودرايه بالاجواء الافريقيه والمصريه. ده سريعا نخش بقى على مباراه النهارده، عشان مباراه النهارده فيها دهاليز او فيها كلام كتير، وانا اسف لو الفيديو طول سنه يعني، بعتذر، لانه فعلا كلنا كمصريين وكجماهير اهلي وزمالك مستنيين الماتش ده يعني. فسريعا هنتكلم عن الرجاء الاول. فرقه الرجاء يا جماعه فرقه متكامله جدا، فرقه عندها عمود فقري وعصب بتعتمد عليه، لان هم دائما وابدا بيعتمدوا ان هم يطلعوا من العمق، فعندهم عمود فقري في الفرقه لا غنى عنه. زنيتي حارس المرمى، بدر بنون المدافع، عمر عرجون، ومحسن متولي لاعب نمرة عشرة في الأداء يعني، هو بيلبس نمرة خمسة ومربي شعره شوية كده. فلو اتكلمنا عن كل واحد فيهم، زنيتي حارس مرمى مميز جدا 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 جدا، عنده ردود أفعال وثبات انفعالي عالي جدا جدا، وجات له امبارح كرة قوية جدا في الدقيقة 37، كانت أول هجمة في الماتش، كانت مواجهة وكانت انفراد، الراجل بسرعة رد فعل نزل جابها وصدها، فحارس مرمى مميز. بدر بنون المدافع الطويل، أنا آسف بتكلم بسرعة لأن وقت الفيديو مش عايزه يطول يعني، بدر بنون المدافع الطويل يا جماعة اللي فاهم واجبات مركزه كويس قوي قوي قوي، اللي نادرا ما تلاقي مدافع طويل وقوي، الطويل بيبقى رفيع مثلا شويه ففي الالتحامات بيكون مش قوي قوي، قوي وفي نفس الوقت يا جماعه عنده كنترول على الكوره وعنده رؤيه للملعب، بيسلم ويستلم صح وبيطلع الفريق صح. عمر العرجون اللاعب الديفندر واللي في بعض الاوقات بيبقى نمره 8، يعني بيلعب 6 وبيلعب 8 وفي الاثنين مميز جدا يا جماعه. نمره 6 بتلاقي طارق حامد، بتلاقي اللاعب القوي اللي بيخش يعمل التحامات، اللي بيخش يرجع لك الكورة. في نمرة 8 بتلاقي اللاعب اللي بيهاجم وبيزيد، اللاعب اللي لو نزلت له الكورة على 18 عنده دنات في رجليه، بيشوط صواريخ يعني، صواريخ. لاعب مميز جدا ولاعب مهاري كمان يعني، فوق اللي انا قلته ده كله لاعب مهاري. وعندك
محسن متولي. محسن متولي بمنتهى البساطه يا جماعه ابو تريكه بتاع الرجاء، اللي هو رمانه اداء فريق الرجاء، اللاعب الموهوب فنيا اللي تشم ريحه اللاعب الموهوب، لاعب بيتحرك بيروح يمين بيروح شمال، لو مدرب طلب منه يبقى وينج بيروح وينج، لاعب بيستلم ويسلم صح، لاعب بيزيد في ال 18 وخطر. فكل مميزات اللاعب نمره 10 بكل حذافيرها موجوده في محسن متولي، وبيعتمد في قدام دائما وابدا على حميد حداد. طبعا بما ان حميد حداد معار من نادي الزمالك، فالقانون الدولي اللي نادي الزمالك عامله او الفرق المصريه عاملاه ان لما يكون لعيب معار ما يلعبش قدامي. انا مش عارف ازاي يعني، مش فاهمها يعني، فعادي. فامبارح اعتمد المدير الفني بتاع الرجاء على اللاعب السنغالي اللي ببساطه جدا لو حللناه، اللاعب الطويل اللاعب القوي قوي العضلات اللي عامل زي كاسونج في طول كاسونج وكده بس قوي، اللي مره ال 18 مش لعيب، ما عندوش لمسات ما عندوش تحركات بره ال 18، بيترمي قوي بعيد ما بيبقاش مصدر خطوره، لكن جوه ال 18 جوه ال 18 بقى حدث ولا حرج. جوه ال 18 لو جات له الكوره عاليه او جات له الكوره في 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 في, في الرينج بتاعه، الراجل ده خطر جدا جدا جدا. فاعتقد ان المدير الفني للرجاء بيحضره ان هو يبقى الاساسي في مباراه الزمالك، بما ان حميد حداد، طبعا حميد حداد امبارح كان احتياطي ونزل في الشوط الثاني، يعني غير في الاداء شويه لانه ما لعبش مهاجم صريح، لعب مهاجم شادو، مهاجم متاخر يعني. برضو فريق الرجاء بيعتمد على الايه بقى، الضغط العالي لما الكره ما بتبقاش معاه. يعني خد فريق الزمالك ياخد باله كويس قوي ان فريق الرجاء وهو مش معاه كوره بيضغط ضغط عالي، ده ببساطه فريق الرجاء يعني. خش على فريق الوداد بقى، فريق الوداد يا جماعه بمنتهى البساطه بيعتمد ان هو كسمه الفرق الكبيره على ان يبقى التشكيل بتاعه متكامل. اولا فريق الرجاء بيلعب 4 2 3 1 ثابته، هو امبارح طبعا ما لعبش كده لان اعتقد ان صلاح الدين سعيدي لو كان فنيا كامل او كان بدنيا كامل، صلاح الدين سعيدي خط نص منتخب المغرب، صلاح الدين سعيدي لاعب مميز جدا، لاعب مهاري، لاعب في نص الملعب، بص مزعج فنيا يعني. الحسوني لاعب ديفندر ملوش حل. انا اول مره في الدنيا يا جماعه يعني، هو قريب جدا 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 من عمرو السلام. اولا ديفندر قوي جدا، بيتقدم بيشارك في الهجمات، عنده كنترول على الكوره ورؤيه في اليمين وفي الشمال، بيوزع، وفي نفس الوقت في الدفاع بتلاقيه موجود، لاعب عنده محركات مش رئات يا جماعه. برضه في نص الملعب بيعتمد كتير قوي على الاثنين المتقدمين اللي هو النمره 8 اللي هو وليد الكارتي وحمزه سرير، اللي بينزلوا في حاله الدفاع يسندوا مع حسوني، ده اللي كان حاصل امبارح لعدم وجود صلاح الدين سعيدي. فعندهم حمزه سرير وعندهم وليد الكارتي، لاعبين مميزين جدا، اللاعبين عندهم الرؤيه في منطقه نص الملعب، وفي نفس الوقت عندهم الزيادة. اما اللاعب المميز جدا جدا جدا، قبل بس وقت الفيديو ما يطول قوي، اللاعب المميز جدا يا جماعه اللي انا من وجهه نظري الشخصيه يعني ازاي الناس ما بتبصش على اللعيب ده، العلمود باك يمين الوداد يا جماعه. العلمود ده ايه ده يا جماعه؟ اولا في شبه من احمد ياسر بتاع المصري كده، اللي هو اللعيب العضلات المتناسق، وبالرغم من كده سريع جدا، لعيب سريع جدا، لعيب مهاري جدا جدا جدا، لعيب بيزيد وبيخش في ال 18، لعيب لما بيزيد في الوينج عنده عرضيات مميزه جدا، يعني مش اللي هو بيرفع وخلاص، لا اللي هو بيرفع بتركيز، مميز جدا في الرفعات، فالعمود. لكن نقطة الضعف اللي موجودة في الوداد الباك الشمال، ما عندهمش باك شمال يا جماعة، يعني يعتبر كده كل اللي اقدر اقوله لكم
ان هو ما عندهمش باك شمال. طبعا بيعتمدوا اساسا في خطتهم الاربعه ثلاثه ثلاثه على اسماعيل حداد من العشره، اللي هو بيبقى بيتحرك على عرض الملعب. طبعا كلنا عارفين اسماعيل حداد راجل رغم سنه اللي عدى 30 انه لسه عنده لياقه بدنيه عاليه، لسه بيتحرك، طبعا موهبه عاليه جدا جدا، لعيب اشول وعنده كنترول. اللي الوداد اغلب مبارياته بيخلصها باسماعيل حداد. اسماعيل حداد بس السنه دي احرز اربع اهداف مؤثره، يعني اربع اهداف كل هدف بثلاث نقط، فلعيب مميز جدا. لعيب برضه هيتعب الاهلي جدا في مباراته، ومهاجم صريح اللي من وجهه نظري مدافعين الاهلي مش هيواجهوا صعوبه ان هم يراقبوه. اولا مهاجم قصير، مهاجم مش قوي، مهاجم يعني في ال 18 ممكن تقول ان هو مزعج شويه، لكن مش المهاجم اللي هو خوفك يعني، اللي هو كزادي كاسينجو، هو اسمه كده كزادي كاسينجو. بس ده فرقه الوداد. احنا يعني اتكلمنا بالتفصيل ليه؟ لان مهم جدا 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 المباريات اللي هيقابلوا فيها الاهلي والزمالك، كان مهم جدا جدا نتكلم عن مفاتيح اللعب اللي في الفرقتين. اعتقد ان انا يعني ايه على قد ما اقدر قدرت ان انا اكلمكم عن مفاتيح اللعب اللي موجوده في الفرقتين، والخطوره هتكون موجوده فين من في الفرقتين يعني. اتمنى ان انا اكون قدمت لكم حاجه، اتمنى ان الناس اللي بتتابعني لو لاول مره بتتابعني تعمل لي اشتراك في القناه وسبسكرايب وتفعل الجرس. اللي بيتابعوني يا جماعه يتابعوني بقى، يعملوا لي لايكات عشان يبقى في امكانيه ان الفيديو غيركم يشوف، يعني يشوف الفيديو. وبتمنى التوفيق للجميع، وانا عارف ان الفتره دي لسه في البدايه، وعارف احتاج دعمكم قوي 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 بجد، يعني احتاج دعمكم جدا. والاهم بقى احتاج ارائكم، والله يا جماعه كل واحد هيقول رايه، وهنزل في الكومنتات اشوفها واتابعها لان مهمه ليا جدا. بتمنى التوفيق للجميع، ومستمرين في تحليل المباريات القادمه في الدوري، وهنتابع طبعا مباريات الوداد والرجاء القادمه. بشكركم جميعا، سلام عليكم.